الحين هنا لدريس ونأمل ما تفرغش. كما قال الأصدقاء نجينا واحد زيارة صديقنا وحبيبنا سيح المتفرغ مدير قاعة سوماغرام. الملاحظة ديالي هذا العام في هذا الستوند في هذا الفوار اثار انتباه ديالي طلبة صغار وهذا والتلاميذ كاينين وقع اليوم ما كاينش العطله ما كاين هذا بانوا لي كاينين وكيشريو واحد الكتب ديالهم على قد المستطاع ديالهم ما كيمشيوش لهذوك الكتب الفخمه وهذا ولكن كيشريو على القصص الصغار وهذا زعما طار الانتباه ديالي رغم ان الاخوان قالوا لي انه القراءه قاردت انا كنشوف عندي زعما واحد تصور المستقبل بانه راه بالنسبه للسنوات الماضيه وبالنسبه مثلا هذه واحد 10 سنين كتجي للمعرض ما كتلقاش دابا كيجيو التلاميذ كيجيو الطلبه كيجيو المدارس كيديروا خرجات للمعرض كما قلت لك اليوم ماشي يوم ثلاث رغم ذاك وكاينين وكنتمناو التوفيق للعارضين والزوار. السلام عليكم. انا اليوم متواجدين في معرض الكتاب في الدار البيضاء النسخه ديالو 2014. الملاحظه ديالي في هذا الشيء كاين شويه التراجع من حيث الزوار والناشرين قاموا بواحد المجهود جبار منهم شي مدير التنفيذ العام ديال سوماغرام عام 2008 وكنشكرهم على المجهود اللي بذلوه رغم الدعم اللي ما كاينش عند الدوله لا عند يعني حتى من ناحيه ليزيديتور يعني من ناحيه القراءه ومن ناحيه البيع كان القضيه ماشي ما كتشجعش الناشرين باش يستمروا في هذا العرض ديالهم في السنوات المقبله. نطلبوا من الجميع يديروا المجهودات ديالهم صباره باش العام الجاي ان شاء الله باش يكون يتشجعوا الناس اللي كي ليزيكسبوزو كما قلت لهم يعني هاد الناشرين هادو باش يعاودوا كنت كتقام عليهم هذا الشيء واحد الثمن غالي يعني متر كاري الثمن والكليراج والناس اللي كيسهروا على هذا الشيء من 7 الصباح حتى 7 العشيه راه كيقاموا بواحد المجهود جبار مشكورين عليه وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا على الاستضافه. انا من وجهه نظري صراحه في المعرض اللي تقريبا كنزورو كل سنه الملاحظه ديالي اللي كنركز عليها وداك الشيء اللي الناشرين عندنا في المغرب اللي صراحه معجبين ومحبين بالله عليك. دول اخرى عربيه اللي عندهم المعارض ديال الكتاب وداك الشيء وكيعطوهم المعارض بالمجان وكاين الدعم ديال الدوله وحنا الدوله ديالنا ما كاينش. فين هاد وزير الثقافة؟ بالله عليك فين هو؟ اشنو هو الدور ديالو؟ راه هذا الدور ديالهم هما، كيفاش هاد الناس راه كنقتلو فيهم، هاد الناس صراحة راه كينقرضوا. أنا صراحة المجهودات اللي كيعمل السي عبد الله بوسلوم مدير الشركة ديال سوماغرام وكنزورو في المطبعة ديالو تما وكنشوف المجهودات اللي كيعمل والناشر اللي كيستقبل الناس عنده تما وداك الشيء صراحة حرام على الحكومة ديالنا حرام عليهم. أنا من هذا المنبر كنصيف لهم هذا النداء. هادشي راه ماشي معقول خصهم يوقفوا بجنب هاد الناس. القارئ راه مقرض القارئ في هادشي ديال الكتب وداك الشيء كاين قراض ومقرفوا بزاف. هادو خصنا ناخذوا بيديهم خص الحكومة وخص وزير الأوقاف يفيق منا شوية وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله. سيدي اسئله نقيه من غنزور المعرض الدولي للكتاب وطن البيضاء السي مشتاق البعد بخيرات نفس كي قال السي زوري تبارك الله من جهه الثقافه على المغاربه راه قران تسال الكتب تكشف الحضاره هيك ساعتين بخيرات نقول فيه بزاف على الصفر وعلاش الوصول ديال بعض الاصدقاء ربما كل العائلات اللي حتى تبيت ان شاء الله بالخيرات هذه الشركه السي سوماغرام حتى تنبغي ربما ايضا بابنس
يعني نفسد الخير الناس على التزايد كل عام على التزايد وخا القضية تناقش فيها إلي المصاريف بوتنين باش نمكن السنه ودي انا خير لنا ياخذها في راس تبديتها في الخير لنا والتشكيل ديالها تيخصها تلت شهور شويه تبدا تصبر النكرة للخير يعني عندي الضوء في الشهور رصفيت المحالي مقور ويخصك تبقيت الرجل الزباين باش هكا كان بعض لان نبنوا راه الساغم ودرسنا القوى الساغم الاشتراعيه ودرسنا القوى يعني ضعفنا قدراتنا الحاج بالنسبه للكتب الامازيغيه وحتى سيدي تبارك الله سي زيدنا سيدي يعني الخير ناس كانت قدام تبارك الله وصلاني عرفتي ما كنت مازال سادة التسجيل هذا كان مجهود هنا يعني زعما غادي في الطريق ان شاء الله. سؤال بس من التفراوت حسن التفراوت سي ساكن في الدار البيضاء كل سنه كنجيو نزورو المعرض الدولي للدار البيضاء باش نعرفوا على نكتشفوا جميع الجديد في مجال القراءه وفي الكتب وهذا ولكن مع الاسف زعما بكل صراحه كما بانه هذه النسخه هذه هي طبق الاصل النسخه الماضيه وما كاينش جديد من ناحيه زعما صراحه ما كاينش جديد من ناحيه المطبوعات ومن ناحيه الكتب الجديده وهذا وكيبقى ديما ما كاينش جديد من ناحيه المطبوعات من ناحيه نسبه القراء كنلاحظ بان نسبه القراء في تراجع مستمر عام بعد عام وهذا الشيء كيأثر على دور النشر لانهم هما كيصرفوا يعني كيصرفوا في هذا الشيء ديال في الستاند وهذا ولكن المقابل ما كاينش دونك حنا في الزياره ديالنا كنجيو ديما نزورو الاخ وابن العم الحاج عبد الطيف سليمان مدير مطبعه سومادرام وتبارك الله عليه زعما رجل في المستوى كيحاول كل مره يجي الجديد وديما يكون الحضور ديالو يكون ديما في الحضور ديالو وكنشكرك السي سيفان على هذا. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.